اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في السودان يؤكد رفض أي حلول عسكرية في ليبيا، ويشدد على إلاء موضوع الجنوب الليبي أهمية قصوى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من النبأ اليوم. أعلن الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي في السودان رفضه لأي حلول عسكرية بالبلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ الحوار الشامل دون إقصاء. ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى إلاء موضوع الجنوب الليبي أهمية قصوى، والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين دول الإقليم في إطار محاربة الإرهاب. وعلى الرغم من أهمية الدول المحيطة بليبيا، إلا أن المؤتمرات التي تنظمها هذه الدول قليلة الأثر ولا تحظى بزخم إعلامي أو حضور رسمي كافي. مؤتمر جامع للسلم والتصالح بين الفرقاء الليبيين يرتكز على اتفاق صخيرات، هذا ما دعا إليه السودان في اجتماع دول الجوار المنعقد الخميس بشأن الأزمة الليبية. الاجتماع الذي عقد بحضور مصر والجزائر وتشاد وإيطاليا وفرنسا إلى جانب الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة شددوا على ضرورة تسوية الأوضاع في البلاد لإنهاء الأزمة والسعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء. الأوضاع الأمنية في ليبيا كانت أبرز ما تناولته كلمة وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة، الذي أكد أن ما يحدث في الجنوب يكشف استمرار خطر الجماعات الإرهابية والحاجة إلى دعم ليبيا لتحقيق الاستقرار. سيالة دعا إلى ضرورة استمرار التنسيق الأمني المشترك فيما بين هذه الدول لتأمين الحدود الجنوبية، وهو ما سينعكس إيجابا على دول الجوار وفق سيالة. البعثة الأممية من جانبها أعربت عن قلقها إزاء الأوضاع جنوب ليبيا، خاصة بعد تلقيها معلومات عن تسلل عناصر إرهابية إلى الجنوب الليبي وشنها هجمات بين الحين والآخر. ممثل الجامعة العربية صلاح الدين الجمالي هو أيضا أشار إلى أن ضعف التنسيق في مراقبة حدود ليبيا شجع على التهريب والهجرة غير الشرعية، داعيا إلى ضرورة تعزيز المراقبة هناك. قلق أمني رافق دعوات مبعوثة الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا أمير الفاضل إلى إيجاد قاعدة أوسع لتشكيل حكومة انتقالية جديدة ووضع خارطة طريق دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. من جانبها قالت فرنسا على لسان ممثلها فيدريك ديسيغيه إن احتواء الوضع الحالي في ليبيا لن ينجح إلا بوجود الأسرة الدولية لإنهاء الأزمة السياسية والقضاء على الجماعات المسلحة ومنع الإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وفي هذه الفقرة نعرض فيها البيان الختامي لمؤتمر دول جوار ليبيا الذي انعقد على المستوى الوزاري. اجتماع دول جوار ليبيا 12 كان بمشاركة مصر وتشاد والاتحاد الأفريقي، الجزائر والمجلس الرئاسي عن ليبيا والسودان والنيجر، كذلك تونس والأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وممثل عن فرنسا وعن إيطاليا. أبرز النقاط التي تطرق لها البيان الختامي لهذا الاجتماع هو حل الأزمة الليبية بصورة دائمة يكمن في الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم، الالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ورفض أي حلول عسكرية. كذلك شدد البيان الختامي على ضرورة وجود مبادرة موحدة برعاية الأمم المتحدة تعكس رغبات وأولويات الليبيين، والتأكيد الدعم الكامل لخطة الممثل الخاص غسان سلامة بما يشمل إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن. كذلك شدد البيان على الالتزام بدعم ومساندة ليبيا في إطار انتقال سياسي سلمي يستند إلى تطبيق توافقي للاتفاق السياسي بحسب وصف البيان الختامي الذي يرمي للتوصل إلى مصالحة وطنية. رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي إلى جانب تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش. وشدد على تشجيع الحوار بين الليبيين وإلاء موضوع الجنوب الليبي أهمية قصوى وتكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار محاربة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية
ودعم آليات الاتفاق الرباعي بشأن أمن الحدود المشتركة بين دول جوار ليبيا الموقع في 31 من مايو بأنجمينة. أيضا أكد البيان الختامي مجددا على مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي والترحيب بكل المبادرات التي تقوم بها الدول أو التي جرت لجمع القيادات الليبية بما فيها جهود توحيد المؤسسة العسكرية. إقرار عقد الاجتماع الوزاري المقبل في مدة أقصاها 6 أشهر في أي من دول جوار ليبيا بالتشاور فيما بينها. إذن كان هذا ملخص البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا 12 في الخرطوم. وقبل أن نبدأ الحوار الليلة مع ضيوفي نخرج إلى هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، ورحب بضيوفي لهذه الليله عبر الاقمار الاصطناعيه عضو مجلس الاعلى للدوله من طرابلس سعد بن شراده، وكذلك من العاصمه السودانيه الخرطوم رئيس تحرير صحيفه التيار عثمان مرغني، ومن بروكسل عبر الهاتف محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات العربيه والاوروبيه. وينضم الينا ايضا من طرابلس عبر الهاتف المحلل السياسي محمد شبار. اهلا بالضيوف جميعا، وابدا مع السيد سعد بن شراده. بدايه اهلا بك، و كيف يمكن أن نقيم المؤتمر من حيث ظروفه وتوقيته والدول المشاركة فيه وكذلك مكان انعقاده والبيان الختامي من وجهة نظرك؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. أهلا بك. وعلى مشاهدينك الأعزاء. الحقيقة يعني هذا المؤتمر لا شك لأهمية سواء كان المكان أو الدول المشاركة، يعني الدول المشاركة هي الآن دول جوار ليبيا. هذه الدول لا شك يعني ترى يعني في ليبيا أمن قومي لها لحدودها. أيضا هذه الدول يعني أمن ليبيا يعتبر من أمنها، لا شك في ذلك. وهم هذه الدول تشعر بما يشعر الليبيين به لمصالحها بدرجة الأولى، أيضا وخاصة دول جنوب ليبيا. هذه الدول يعني تعتبر يعني فقيرة، عدم وجود إمكانيات لحماية حدودها. أيضا يروا في خاصة جنوب الليبي مختلط من كل العصابات، سواء كان عصابات إجرامية أو وعاء لمجموعات إرهابية وجدت ضالتها في جنوب الليبي ووجدت بيئة مناسبة لتنمو في هذه الأرض الشاسعة، مما يعني يسبب إجعاز لهذه الدول. وزي ما استفدت يعني هذا المؤتمر لا شك يعني أهمية كبيرة وخاصة في هذا التوقيت. يعني أني طلعت على بيان، كل بيان هو لا بالنسبة للبيان هو بيان أي مؤتمر، يبدو أن بيان نسخ لصق يعني ما فيش جديد. طيب، وهذا ما أسأل عنه سيد سعد، يعني أبرز المشاكل التي يتعرض لها الجنوب الليبي هي هذه الدول بمحاذاة الجنوب الليبي وهي دول جوار بالنسبة للجنوب. كيف يمكن أن تقوم هذه الدول بالمساعدة في هذا المجال، خصوصا أن كل الجرائم التي تحصل تهريب وقود وتهريب بشر وكل ما يحصل هناك هو على حدود هذه الدول؟ هو أريد من ناحية المبدأ يعني زي ما استفدت أن مصالح الدول في استقرار ليبيا، ولكن أيضا إذا نبحث في بداية المشكلة في 2011 نجد أن سبب وجود عصابات في الجنوب الليبي هي أصلا دول الجنوب، دول جوار الجنوب وغيرها من بعض دول الجوار، أن استغلوا الفراغ في أثناء الثورة الليبية في 2011، وكل المجرمين في هذه الدول أو جهات المعارضة لهذه الدول سهلوا لهم هذه الدول للخروج من بلدانهم، يعني صدروا مشاكلهم للدولة الليبية.
كل الدول بدون استثناء دول الجوار كلها صدرت معارضيها، ومن يسبب قلاقل داخل بلدانهم صدروا إلى هذا القطر الليبي. ولكن الآن ممكن هذه مثل هذه اللقاءات يعني على الأقل يصير ضغط، وخاصة من المجتمع الدولي، ربما يعني في بعض من الدول الفقيرة المجتمع الدولي يكون يقدم مساعدات لهذه الدول، خاصة الدول الفقيرة جنوب الليبي، يعني لكي تساعد في حماية حدودها مع ليبيا. أنت كما تعلم الآن الهجرة، أيضا الهجرة التي تعاني منها جنوب أوروبا، يعني كلها تأتي من هذه الدول، يعني وخاصة هذا المؤتمر الآن حاضرين. طيب سأعود إليك في هذه النقطة وسائلة مساعدة هذه الدول لليبيا، ولكن أنتقل إلى المحلل السياسي محمد شبار. سيد محمد أهلا بك، وكما قال السيد سعد منشر أن هذه الدول دول جوار ليبيا تصدر مشاكلها إلى ليبيا، وهذا أمر واقع. الجنوب الليبي لا يعيش مشاكل أو انقسامات سياسية، لكن يعاني من كل هذه المشاكل، منها مشاكل التهريب وكل ما يعانيه من مشاكل أمنية. كيف يمكن لهذه الدول أن تساعد بالفعل في حل هذه الأزمة التي ساهمت في صنعها بشكل أو بآخر؟ نعم سيد محمد شبار. طيب يبدو أن السيد محمد شبار لم يجهز حتى الآن. أنتقل إلى السيد محمد رجائي بركات، الخبير في العلاقات العربية والأوروبية، إن كان معي عبر الهاتف. نعم أنا معكم. نعم أهلا بك سيد محمد رجائي في النبأ اليوم، ونتساءل اليوم عن اجتماع دول جوار ليبيا. ما قراءتك في ظروف الاجتماع وفي مكان انعقاده والدول المشاركة وتوقيته، وأيضا البيان الختامي إن كنت اطلعت عليه؟ السؤال الذي يجب أن نطرحه هو هل بإمكان تلك الدول فعلا وقف الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا؟ هذه الدول تعيش مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، ولا أتفق مع ما قيل بأن هذه الدول تصدر إلى ليبيا. في الواقع المواطنين الذين من تلك الدول يخرجوا يغادروها عن طريق ليبيا للتوجه إلى أوروبا، للاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أن بإمكاننا القول بأن حكومات تلك الدول هي التي تشجع هذه الهجرة للتخلص من معارضيها إلى آخره. يعني أعتقد أن الهجرة تأتي تلقائيا. طيب إن كانت لا تشجع سيد محمد رجائي، من قبل المواطنين، لكنها لا تقوم بإجراءات كفيلة ربما لحماية الحدود المشتركة بين البلدين، وأبرز المشاكل تأتي من هذه الجماعات الإرهابية على الأقل الموجودة في داخل هذه المناطق، وتنتقل إلى ليبيا للارتزاق ضمن مجموعات معينة، تهريب المهاجرين، وكل هذه العمليات الإجرامية إن صح التعبير، وكل هذا الإتجار غير المشروع. يعني طبعا هناك نوع من هذه الهجرة، ولكن هل حكومات تلك الدول قادرة إذا أرادت، هل هي قادرة على منع تلك الهجرة؟ هل هي قادرة على منع تلك العصابات أو المجموعات الإجرامية من مغادرتها والذهاب إلى ليبيا ومن ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد يعني أن الموضوع ليس على مستوى الحكومات لا تشجع على الهجرة، وإنما ضعف تلك الحكومات وغياب الرقابة على حدودها هو الذي يشجع مواطنيها إلى ترك بلادهم والتوجه إلى ليبيا على أمل الذهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي أو الذهاب إلى ليبيا من أجل الحصول على المشاركة في عصابات إجرامية. إذن هذا الاجتماع سيد محمد رجائي لا يمكن أن يقدم شيء لليبيا، لا تملك هذه الدول. لا أعتقد أن هذا الاجتماع وأن هذه الدول ستكون قادرة
على منع تلك الهجرة. الاتحاد الأوروبي كان قد أجرى اتصالات مع حكومات تلك الدول من أجل حثها والضغط عليها كي لا تصدر هؤلاء الأشخاص إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر ليبيا. نعم. ولكن هذه الضغوطات وهذه المحاولات بقت بفشل. هل ستنجح المحاولات الحالية عبر المؤتمر المنعقد في الخرطوم؟ لا أعتقد ذلك، يعني لم تكن هناك إمكانيات مالية وأمنية عسكرية لدى الجهات الليبية لوقف هذا الدخول إلى الأراضي الليبية. أعتقد أن هذا لن يكون ممكنا. طيب، هل تقصد أن على ليبيا أن تمول عمليات حماية حدودها؟ الموضوع ليس موضوع تمويل، الموضوع هو وجود قوات ليبية، قوات أمنية ليبية قادرة على التصدي وعلى إعادة هؤلاء الأشخاص إلى البلاد التي قدموا منها، أو على الأقل أن تكون هناك حماية للحدود بحيث لا يحاول هؤلاء الأشخاص القدوم إلى ليبيا. وما دامت مدام هناك غياب لقوات أمنية ليبية قادرة على ردعهم وعلى إعادتهم، فإن هذه الهجرة وهذا التسلل داخل الحدود الليبية سيستمر. طيب، نأخذ رأي السيد محمد شبار المحلل السياسي في هذا الموضوع. سيد محمد شبار يقول سيد سعد بن شرادة أن هذه الدول دول جوار ليبيا هي من تصدر هذه المشاكل إلى ليبيا، والسيد محمد رجائي يرى أن هذه الدول غير قادرة بالأساس على حماية الحدود وهي تعاني من ذات المشاكل. مع أي النظريتين تتفق، وما الذي يمكن أن تقدمه دول الجوار؟ تحية، بداية تحية طيبة لأسرة البرنامج ولك ولكل الأخوة الضيوف. شكرا لك. أهلا. طبعا يعني هذا المؤتمر كعادة كل المؤتمرات، أعتقد أن حتى نص البيان الختامي لهذا المؤتمر كان هو عبارة عن يعني شبه نسخة طبق الأصل عن أغلب المؤتمرات المتعلقة بالملف الليبي. يعني ينادي هذا المؤتمر بوحدة وسيادة ليبيا، وللأسف أغلب المجتمعون في السودان هم من ينتهك حرمة وسيادة الدولة الليبية، باعتبار أن هناك مجموعات إرهابية دخلت من هذه الدول عبر حدود هذه الدول. طبعا الهجرة الغير شرعية كذلك، تهريب السلع كذلك، تهريب المخدرات وتهريب الذخائر والأسلحة عبرت للأسف أغلبها 90%، وهذه تقارير مفادها يعني صادرة عن مجلس أو لجنة الخبراء إذا الأمم المتحدة، هي دخلت عبر هذه الحدود. إذن أين كانت هذه الدول وحكومات هذه الدول عندما هددت الأمن الليبي وهددت السيادة الليبية وهددت أيضا وحدة الدولة الليبية، باعتبار أن أغلب الدول تدخلت في الشأن الداخلي الليبي عسكريا وأيضا سياسيا، وهذا بات واضح وجلي بشكل واضح وكبير جدا عبر دعمها لأطراف معينة محددة أززت الصراع في ليبيا، وزادت من فجوة الأطراف السياسية بعضها عن بعض أدى إلى إطالة عمر الأزمة. إذن هذه الدول في اعتقادي الخاص لن تقدم ولن تؤخر شيء في الملف الليبي، وإنما هي عبارة عن بعض الأدوات التي استخدمتها الدول العظمى في تدخلها في الشأن الداخلي في ليبيا. للأسف الشديد هذه الدول هي عضوة في جامعة الدول العربية، هي عضوة في هيئة الأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد انتهكت سواء كانت ميثاق جامعة الدول العربية وكذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينادي باحترام النظم الدستورية واحترام الحدود واحترام سيادة الدولة الليبية. أعتقد أن سيطرة الدول الكبرى والعظمى التي ساهمت في عملية فجر ليبيا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي هي التي تستطيع خلق نوع من الاستقرار في ليبيا، وخصوصا إذا ما ضمنت
يعني أكثر مصالحها الاقتصادية التي باتت للأسف ليبيا دائرة وقعت في دائرة صراع هذه الدول الكبرى وصراعها مع بعضها البعض، واتخذت من الساحة الليبية واتخذت أيضا من أدواتها طبعا كأدوات لإطالة عمر الأزمة في ليبيا وأيضا إطالة أمد الصراع. نعم. طيب سيد سعد، هذا الاجتماع هو الثاني عشر، ما الذي حققته المؤتمرات المشابهة والتي عقدت في مصر أو الجزائر أو تونس؟ هل اختلف الأمر؟ هل ترى تطور على أرض الواقع؟ هو ريت يعني خلينا نتفق أن من ينتظر حلول من الغير يعني هذا واهم. طبعا لا شك يعني الحل هو حل يجب أن يكون ليبي أيضا، لكن هذه دول مشاركة سيد سعد في الأزمة، وكما قلت هي تصدر المشاكل، إذن يقع على عاتقها أيضا المشاركة في الحل وتأمين الحدود المشتركة على الأقل. بالتأكيد، ولكن نحن نسمع بمؤتمرات الجوار ونسمع بمؤتمرات الأصدقاء ومؤتمرات غيرها، الكل كان ينتهن في بيانات وغير، لا يوجد أي إلزام. أنت الآن على سبيل المثال في هذا المؤتمر، على سبيل المثال إذا أخذنا ملف الهجرة غير الشرعية، فهذه تأتي أيضا من هذه الدول الجبار، تأتي عبور. يعني أين الاتحاد الأفريقي حاضر في هذا الاجتماع؟ أين الدول الاتحاد الأفريقي وسط أفريقيا هذه التي أيضا تصدر في المهاجرين الذين يعبرون عبر دول الجوار أيضا لليبيا، مثل تشاد والنيجر، هذه أيضا دول أيضا هن دول عبور يعني في بخصوص المهاجرين. لا يوجد يعني ضغط دولي سواء كان من الاتحاد الأفريقي على الدول الأعضاء أو من الجامعة العربية على الدول الأعضاء أو أيضا الأمم المتحدة على هذه الدول، وأيضا والأهم فرنسا وجنوب أوروبا من يعاني بالهجرة غير الشرعية. هذه الدول مثل فرنسا طيب. هي من متحكمة في وسط أفريقيا، أين هي من إلزامهم بعدم تصدير هذه المشاكل؟ طيب نشرك معنا في الحوار رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني من العاصمة السودانية الخرطوم. سيد عثمان، بداية أهلا بك إلى النبأ اليوم، ونتحدث في حلقة الليلة عن الاجتماع الوزاري. من وجهة نظرك ظروف الاجتماع، توقيته، الدول المشاركة والبيان الختامي، ومن كانت هنالك اجتماعات جانبية عقدت خلال هذا الاجتماع، تفضل. نعم، يعني هذا الاجتماع هو مهم جدا، وربما يشكل الآن يعني مرحلة جديدة في التعامل مع الأزمة الليبية، باعتبار أن دول الجوار لم تكن في الماضي لديها دور واضح بصورة مجتمعة. كانت هناك فعلا محاولات من كل دولة أن تلعب بالأوراق التي في يديها لصالح مصالحها في الملعب الليبي، وربما يتناقض ذلك مع دول الجوار الأخرى بصورة واضحة جدا كما حدث في الدور السوداني مع الدور المصري والتشادي. الآن ربما المجتمع الدولي عاد اللعبة أو عاد الكرة إلى ملعب دول الجوار، فتصبح هناك إمكانية لتبني استراتيجية موحدة من هذه الدول في الأزمة الليبية بما يحقق المصالح المتبادلة، وهي الاستقرار في المنطقة، لأن عدم وجود الاستقرار في ليبيا يؤثر بصورة مباشرة على الدول، خاصة السودان الذي عانى كثيرا ولا يزال يعاني، ويعتبر نفسه ربما الرابح الأول من وجود الاستقرار في ليبيا. الآن أنا أعتقد أن هذه الاجتماعات هي من تفاصيل ما دار في الاجتماعات اليوم، ورغم أنها تحمل عموميات ربما تمثل آمال وطموحات أكثر منها قرارات مباشرة يمكن أن تؤثر على الوضع في الأرض، لكن واضح تماما أنها فرصة قوية جدا، خاصة بالنسبة للسودان الذي يأمل أن يضيف إلى رصيده بعد أن نجح في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، وكان يطمح أن يفعل ذلك في دولة أفريقيا الوسطى. بالنسبة للسودان هي فرصة لتأكيد قدرته على التعامل مع الأوضاع الإقليمية بما يحقق مصالح للسودان في الملعب الدولي، ولكن
يظل ذلك مرتبط بكثير من التحديات التي لا تزال شاخصة، خاصة أن الأوضاع الأمنية في المناطق المتاخمة، المناطق الجنوبية من ليبيا، ربما تؤثر كثيرا على مثل هذه الطموحات، وربما تجعل الوقت غير كما قال وزير الخارجية المصري، تجعل الوقت يعني ضيق جدا أمام هذه المبادرة في أن تجد حلا سريعا قبل أن يمضي القطار دون أن يفي تفل الأطراف بما يجب أن تفعله. طيب أنقل لك بعض النقاط التي ذكرها الضيوف الليلة. بعض الضيوف قالوا أن هذه الدول هي تصدر مشاكلها إلى ليبيا، وأيضا قالوا بأن هذه أو بعض الدول المشاركة هي تنتهك سيادة ليبيا، وتخرج في البيان الختامي تقول يجب التأكيد على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. ما الأوراق الموجودة لدى دول الجوار؟ ما الذي يمكن أن تقدمه اليوم؟ أيضا السيد محمد رجاء يقول أن هذه الدول هي أيضا تعاني من نفس المشاكل وحكوماتها غير قادرة. قلت ربما يعني بالتحديد يعني لو أخذت ربما الطرف السوداني، يعني هناك اعتراف كان من جانب السودان في بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي بأنه لعب دورا مباشرا في تسليح بعض الجماعات في ليبيا، وأنه دعم هذه الجماعات. كان ذلك اعترافا على لسان السيد رئيس الجمهورية بنفسه، وربما كان في مقام الفخر بأنه قدم ما يمكن أن تفعله أي دولة كبرى لليبيا. لكن بالتأكيد مثل هذا الاعتراف الآن ستكون له استحقاقات أخرى، باعتبار أن هذا الاعتراف سيعد نوعا من التدخل ربما لا ينتهي بنهاية نظام العقيدة القذافي ويمتد حتى الآن، وهذا تفسير منطقي أن من يتدخل في زمان ما يمكنه أن يكرر هذا التدخل في أزمان أخرى. لكن من جانبه السودان يعتقد أن ليبيا هي التي تصدر مشاكله إليه، ويضرب مثلا لذلك بأن كثير من الحركات الحاملة للسلاح في منطقة دارفور المتاخمة إلى ليبيا كانت تسند ظهرها إلى ليبيا والأوضاع في ليبيا، وتستمد من هناك السلاح، وربما أحيانا تنشط في عمليات داخلية مرتبطة بالأوضاع الداخلية في ليبيا ولتستثمر فيها وتستطيع أن تحصل فيها منها على السلاح وربما الدعم اللوجستي وغير ذلك لترتد مرة أخرى للعمق السوداني. يعني هناك إحساس دائما من السودان أن ليبيا تصدر إليه. إذن ترى أن ليبيا هي من تصدر المشاكل هنا من الجنوب الليبي؟ يعني هذا ما تقوله الحكومة السودانية، وهو ربما صحيح بالنسبة للحركات الحاملة السلاح في منطقة دارفور. طيب أنتقل للسيد محمد رجائي مرة أخرى. سيد محمد، لاحظنا أو ما يلفت الانتباه هو غياب التحشيد الإعلامي قبل المؤتمر، خلاله وبعده، لماذا هذا الغياب؟ وأيضا لماذا غياب التمثيل الدبلوماسي رفيع المستوى من قبل الدول والشخصيات حتى من ليبيا والأطراف الفاعلة على الأرض؟ هل هذا إيمان مسبق إن صح التعبير بعدم جدوى هكذا مؤتمر أو هكذا اجتماع؟ سؤالكم أود أن أرد على الزميل الذي تحدث قبل قليل. لا أعتقد أن ليبيا هي التي تصدر مشاكلها إلى السودان. مشكلة دارفور موجودة قبل وجود المشاكل في السودان. فأعتقد يعني أن هناك يعني كلام غير معقول ما أدلى به الزميل. وفيما يتعلق بالرد على سؤالكم من الناحية الإعلامية، وهذا أمر مؤسف، وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية لا تهتم كثيرا بما يجري من أحداث في ليبيا. يعني نحن نتوقع أن يكون هناك ردود فعل وأن يكون هناك اهتمام بالأزمة الليبية، ولكن هذا الاهتمام قليل جدا مقارنة بالاهتمام الذي حظت والذي تحظى به المشاكل في سوريا وقبل ذلك في العراق. فبالتالي لا يجب أن نتوقع من وسائل الإعلام الغربية أن تحشد إعلامها وأن تحشد إمكانياتها من أجل التحدث عن ليبيا، وحث السلطات سواء الأوروبية وغيرها على التصرف واتخاذ إجراءات لإنهاء المشاكل التي تعاني منها ليبيا حاليا.
طيب أعود للسيد سعد مرة أخرى ونتحدث في ذات النقطة، وهي غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى وكذلك غياب التحشيد الإعلامي من قبل وسائل الإعلام العربية وحتى العالمية. هل هذا إقرار بعدم جدوى المؤتمر قبل خروجه قبل عفوا الاجتماع؟ هل تتفق مع السيد محمد رجائي في مقاله عن هذه النقطة؟ هو يعني اتفق في جزء من ما قال السيد رجائي، ولكن يعني بالنسبه للتمثيل للدوله الليبيه في مثله في وزير الخارجيه حكومه الوفاق، اما بخصوص دول الجوار نعتقد ان التمثيل جيد. صحيح يعني كان يعني ضعيف التغطيه الاعلاميه، ولكن يعني نحن نحكم بالمخرجات الحقيقيه ما ينتج على هذه. ممكن بعدين الحمله الاعلاميه هي ستخرج بعد المخرجات، اذا كان في مخرجات ممتازه سوف الاعلام يتكلم على نتائج هذا المؤتمر وما 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 الخطوات التي اتخذها، سوف يتكلم عليها الاعلام ويتكلم عليهم الليبيين قبل حتى الاعلام يعني. ولكن طبعا لحد الان زي ما اسفت يعني بالنسبه للتغطيه، لا شك ان التغطيه ربما تعود لعدم اهتمام هذه الدول ربما، او ربما غير يعني او مسايره، او ان مؤتمر دعت اليه الخرطوم. وانت عارف يعني ايضا مشاكل الدول الجوار يعني اكثر مشاكلهم على ليبيا، يعني على النفوذ في ليبيا، مصر من جهه، الجزائر من جهه، السودان من جهه، تشاد والنيجر من جهه. فهذا يعني ربما يكون غير مجاملة، واجتمعوا في السودان ولكن نحن حنحكم على المخرجات. إذا كانت المخرجات جيدة سوف يخرج الإعلام من الليبيين نفسهم يعني حيثنوا على هذا المؤتمر، وأن هناك في مخرجات التمسها الليبيون من هذه من الدول الجوار، وسوف يعني تكون هناك يعني مخرجات ويشكروا عليهم يعني. لكن الان نحن من كثره المؤتمرات ما عادش حتى فيه اهتمام يعني. الان في انت عارف يعني اسهال من المؤتمرات حول ليبيا، حول الملف الليبي يعني. ربما يعني لا يعني ربما نمشي الى ابعد من 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 هيك، ربما هذه المؤتمرات بخصوص ليبيا هي عبارة عن سوق يعني، سوق وصفقات في الملف الليبي يعني. طيب لا أعتقد. طيب أعود للسيد مرغني. سيد مرغني، ذكرت في بداية مداخلتك أن دول الجوار تعاني من خلافات، هل ظهرت أي خلافات خلال هذا الاجتماع؟ نعم، أنا أعتقد أنهم حاولوا تجنب الدخول أو نقاط التماس التي كانت أو ظلت تمثل خلافات خاصة بين مصر والسودان. والحديث خاصة ما أدلى به السيد وزير الخارجية المصري كان يمثل عموميات يعني، هي هناك نوع من الحرص الشديد في استخدام كلمات معينة تتحدث عن الاستقرار وعن دعم الأوضاع في ليبيا بما يحقق مصلحة الجميع، وأن دول الجوار حريصة على سيادة ووحدة الأراضي الليبية. هذه العبارات التي قد لا يختلف عليها اثنان، لكن واضح تماما أن العبارات نفسها هي محاولة لتجنب الدخول في التفاصيل التي يمكن بعد ذلك أن تكون فعلا مسار خلافات بين هذه الدول اعتمادا على مصالحها المتضاربة في ليبيا. طيب عند هذه النقطة أنتقل للسيد محمد رجائي. سيد محمد، تحدث ضيفنا من الخرطوم عن أن هذا البيان الختامي وهذه الدول تحدثت عن عموميات، هل تنفع العموميات في هذه الحالة لا سيما ما يعيشه الجنوب الليبي اليوم؟ لا أعتقد أن هذه العموميات ستنفع وستساعد على إيجاد حل. إذا كانت النتائج والبيان الختامي يتحدث عن عموميات، معنى ذلك أنه لم يتم بحث صلب الموضوع، ولم يتم أيضا التطرق إلى إجراءات عملية فعلية يجب اتخاذها من أجل تجنب هذه المشاكل. فهذا يعني بشكل واضح فشل هذا المؤتمر وعدم جدواه.
طيب الجنوب الليبي سيد محمد رجائي يعيش أزمات مختلفة عما تعيشه بقية دول البلاد، لا يوجد انقسام سياسي في الجنوب الليبي لكن يعاني من عصابات هجرة وتهريب. دول الجنوب أو دول الجوار للجنوب الليبي ما الذي بقدرتها أن تقوم به اليوم بعد هذا الاجتماع وبعد البيان الختامي للحد من هذه المشاكل المشتركة؟ كما ذكرت في البداية، هل توجد لديها الإمكانيات العسكرية والأمنية من أجل مكافحة والوقوف في وجه تلك الجماعات التي تقوم بالتهريب وتهريب المخدرات وغيره؟ لا أعتقد أن لديها الإمكانيات الكافية لهذا الغرض. فبالتالي يعني وكما ذكرت أيضا، حتى ضغوطات دول الاتحاد الأوروبي من أجل منع الهجرة غير الشرعية باءت بالفشل. ناهيك عن موضوع جماعات مسلحة تقوم بتهريب المخدرات، لديها إمكانيات ربما ووسائل، لن يكون من الممكن لقوات الأمن والجيش في الدول الجوار أن تقف في وجهها وأن تكبح جماحها وتمنعها من ممارسة تلك الأعمال الإجرامية. طيب أنتقل للسيد سعد. سيد سعد، تحدثت عن ما ذكرته بالصفقات وهذه الاجتماعات هي تمثل صفقات، كيف يمكن ألا تكون ليبيا صفقة في هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات؟ ما الذي يمكن العمل عليه لتغيير الأمور على أرض الواقع اليوم؟ هو كصفقات كعامة، ولكن لا يستطيع التغيير. نحن على سبيل المثال فيه اتفاقيات ما بين الدولة الليبية والسودان والنيجر وتشاد، وكانت زيارات يعني أقصد ما الذي يمكن أن تقوم به ليبيا بشكل خاص لكي تغير ولا تكون في حبيسة لهذا الوصف كما ذكرت، وأن تكون صفقة في مؤتمرات وبين دول؟ نعم بالتأكيد، هو ما يفعله الليبيين الآن هو توحيد الدولة الليبية. الآن في إنهاء هذا الانقسام يجب التكاتف الليبيين وتوحيد السلطة السلطات والمؤسسات الدولة المنقسمة، يجب توحيدهم. عندما تتوحد هذه المؤسسات ويتوحد الليبيين سوف ينتهي هذه الاختراقات الحدودية من الدول الجوار، وأيضا سوف تكف أيضا الدول الجوار عن تدخلها عند توحيد الليبيين. ولكن هذه الدول مستغلة انقسام الليبيين، وكل دولة تدعم في جهة معينة، ولكن ينتهي هذا العبث، هذا عبث دول الجوار بالدولة الليبية. عندما توحد الدولة الليبية توحد المؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها السلطة التنفيذية، وأيضا المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية يجب أن تتوحد. يجب نحن طيلة الفترة السابقة كانت مؤسسات، يعني حتى قبل 2011 يعني كانت المؤسسات الليبية هي كانت قادرة على حماية الحدود، ولكن بعد الثورة وبعد الانقسام الأخير منذ 2014 يعني صار انقسام واضح، مما أدى إلى انقسام المؤسسات الأمنية. فيجب الآن الليبيين أن يوعوا وتتوحد هذه المؤسسات حتى ننهو هذا العبث الذي من حولنا من قبل جيراننا. طيب. وكل الدول أيضا حتى الدول البعيدة. طيب أنتقل للسيد محمد الشبار مرة أخرى. سيد محمد، ما هي الأوراق التي ربما تمتلكها دول الجوار الليبي للمساعدة في حل الأزمة، أم أن هذه الاجتماعات هي فقط للاستعراض؟ لا أعتقد أن مثل هذه الاجتماعات ترتقي إلى وضع رؤية شاملة لحل الأزمة في ليبيا. ما تستطيعه الدول المتاخمة لليبيا والدول التي تحد في ليبيا أعتقد هو كف هذه الحكومات وكل هذه التدخلات، سواء كان على الصعيد العسكري والسياسي أيضا. والنقطة الأهم هي يعني مساعدة
الدولة الليبية في تأمين حدودها، سواء كانت الحدود الجنوبية أو الحدود، يعني كل هذه الدول تستطيع أن تساهم وتستطيع باعتبار أن هذه الدول تنعم بنوع من الاستقرار، وهذا الاستقرار أعتقد أنه استقرار مهم وجيد على الصعيد الأمني. إذن هناك حقيقة هناك مصالح متبادلة ما بين الدولة الليبية وهذه الدول، يكمن في أن تكون ليبيا بالفعل دولة مستقرة، ويمكن بهذا الاستقرار يحدث تبادل تجاري واسع، ويحدث يعني هناك أيدي عاملة كانت في الدولة الليبية تستطيع من خلالها يعني هناك تبادل مصالح كبير جدا بينها وبين الدولة الليبية. طيب هذا سيد شبار عذرا هذا نظريا، لكن على أرض الواقع ليبيا تعاني منذ 5 سنوات أو أكثر من هذه المشاكل، وعصابات التهريب لازالت تكبر والتهريب يزداد. بالطبع، إذن هذه الدول في اعتقادي لن تكف عن تسريب سواء كان المهاجرين أو المجموعات الإرهابية أو كذلك أيضا تهريب السلع وتهريب المخدرات والذخائر والأسلحة، وأيضا حتى العصابات التي تعاني منها تلك الدول. يعني الآن المعارضة السودانية والمعارضة التشادية تسرح وتمرح في الجنوب الليبي، وسط يعني أعتقد أنه وسط غض طرف يعني بشكل كبير وواضح جدا من هذه الحكومات. إذن أين هو الدور الذي يمكن والذي يجب أن تلعبه هذه الحكومات لمساعدة الدولة الليبية في طيلة الفترة 8 سنوات الماضية؟ إذن ما هو الجدوى من عقد مثل هذه المؤتمرات؟ هذه المؤتمرات حقيقة ربما يعني الهدف منها توجيه أو تقريب وجهات النظر بين هذه الدول ومع مصالحها في ليبيا، هذا من الممكن، ولكن أعتقد أن لا يرتقي إلى وضع رؤية سواء كانت أمنية أو سياسية للحد أو طبعا لوقف هذه الأزمة على الصعيدين العسكري والاقتصادي. أعتقد أن الليبيين اليوم يجب أن يعوا أنهم وقعوا داخل دائرة صراع، هذا الصراع تقوده دول عظمى أدواتها الحقيقة هي الدول الأقليمية المتاخمة لليبيا. نعم. طيب أنقل بهذا الكلام للسيد مرغني. سيد مرغني، كما قال السيد شبار، أين دول الجوار من 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 يعني لماذا لا تقوم بالسيطرة على المهاجرين والمهربين إن كانت لا تستطيع السيطرة على العصابات المسلحة؟ قضية التهريب، تهريب البشر وربما الأسلحة أيضا، هي قضية يعني لم تعد قضية داخلية لدولة دون دولة أخرى، وليست حتى قضية إقليمية، هي أصبحت مشكلة دولية. وهذه العصابات التي تقوم بمثل هذه النشاطات أصبحت لديها إمكانيات وقدرات أحيانا تفوق قدرات الدول، بما في ذلك الدول قوية مثل مصر مثلا. هذه العصابات تتحرك الآن في سيناء، تتحرك في الصحراء الغربية المصرية، تتحرك أحيانا في الجنوب المصري، وأيضا في السودان، في مناطق شرق السودان وغرب السودان وشمال السودان في المناطق المتاخمة إلى ليبيا. هناك محاولات صحيح من هذه الدول ومنها السودان السيطرة على هذه النشاطات النشاطات الإجرامية، لكن إمكانيات هذه الدول مقارنة بما يتوفر للعصابات من إمكانيات للحركة في حدود شاسعة جدا وصحاري كبيرة، تؤكد دائما أنه من الصعوبة بمكان التعامل معها في هذا المنطق. طيب. ربما صحيح تستطيع أن تقلل منها كما هو في السودان الآن، هناك قوات كبيرة منتشرة في الصحراء الغربية المتاخمة إلى ليبيا يطلق عليها قوات الدعم السريع، لكن صحيح استطاعت أن تقلل شيئا ما من هذه النشاطات، لكن من الصعوبة بمكان أو مستحيل تماما أن تقضي عليها بصورة كاملة. طيب سيد مرغني، هنالك تجربة بين ليبيا وتونس في خصوص تأمين الحدود، قامت بها تونس وهي حفر خندق أو تكوين سور عازل، رغم الانتقادات الكثيرة لهذه الخطوة، لكن يرى مراقبون أنها خففت من تهريب بمختلف أنواعه وهي ممولة من الاتحاد الأوروبي. هل يمكن استنساخ هذه التجربة وتجارب مماثلة بين ليبيا والسودان وبين ليبيا وتشاد؟
لا أعتقد ذلك. من الصعوبة في المسائل، لأن هذه الحدود، المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا، هي منطقة قاحلة تماما، ليست قاحلة في الخط الفاصل بين الدولتين أو الدول الثلاث أو الدول الأربع، باعتبار أن مصر أيضا هي لها حدود في هذه المنطقة، إنما قاحلة ربما على بعد مئات وربما آلاف الكيلومترات من الحدود، بمعنى أنها صحراء واسعة جدا، من الصعوبة بمكان بناء حائط في هذه المنطقة البعيدة، مقارنة بالحدود مع تونس التي فيها بعض التجمعات السكانية في مناطق قريبة. هنا الوضع مختلف تماما، لكن أنا أعتقد أن التجربة المثال النموذج هي ما حدث بين السودان ودولة تشاد. كانت هناك نفس هذه المشكلة في الحدود المشتركة بين السودان وتشاد، تم تكوين قوات مشتركة قبل حوالي 8 سنوات بين الدولتين بقيادة متبادلة، قائد مرة من هذه الدولة والمرة الأخرى من الدولة الثانية، وكانت قوات تنشط وتعمل بصورة مشتركة في مناطق الحدود على مساحات واسعة جدا، استطاعت أن تؤثر فعلا بصورة قوية جدا وأن تحقق الاستقرار في منطقة الحدود الغربية المشتركة بين السودان وتشاد. طيب أنتقل للسيد بن شرادة في نقطة أخيرة. سيد بن شرادة، في دقيقة، يعني هل يمكن استنساخ التجربة التونسية رغم الانتقادات التي حصلت عليها في أو بين السودان وليبيا وتشاد وليبيا؟ في فرق ما بين الحدود التونسية مع ليبيا وما بين يعني زي ما أسلف ضيفك المرغني، من الحدود على سبيل المثال ما بين السودان وليبيا يعني منطقة فارغة شاسعة كبيرة، فمن الصعب أن السيطرة عليها. ولكن النقطة المهم في هذا المؤتمر وفي دول الجوار ليبيا هي توحيد رؤية دول الجوار، وخاصة ما بين مصر والسودان والجزائر. إذا هذه الدول وحدت رؤية موحدة واتفقت على رؤية موحدة حول ليبيا، سوف تنتهي يعني أزمة ليبيا بخصوص الهجرة وبخصوص عدة مشاكل في ليبيا. أشكرك جزيل الشكر عضو مجلس أو المجلس الأعلى للدولة من طرابلس سعد بن شرادة، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية. شكرا للسيد عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار من العاصمة السودانية الخرطوم، ومن بروكسل كان معنا بالسيد محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات العربية والدولية. شكرا جزيلا لك، وشكرا للمحلل السياسي محمد شبار كان معنا عبر الهاتف من طرابلس. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة الجزء الأول، ومستمرون في الحوار في هذه الحلقة مع الجزء الثاني، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقة النبأ اليوم. يثير الاجتماع الوزاري 12 لدول جوار ليبيا عديد التساؤلات حول جدواه، وما إن كان سيسهم فعلا في إنهاء أزمة الحدود المنتهكة وما يترتب عليها، إلى جانب ما تعانيه ليبيا من أزمة سياسية وأمنية. التقرير التالي ونكمل الحوار. هو الاجتماع الثاني بعد العاشر لدول جوار ليبيا، ما مخرجاته حتى اللحظة كسابقيه؟ تتغير وجوه الحاضرين ومكان حضورهم اجتماعا عن اجتماع، ولكن تأبى الكلمات والمخرجات إلا أن تظل كما هي، وعود وأمان وأمال مجوفة لا يرى لها إمكانية تطبيق أو تحقيق. هذا المؤتمر، تقول الخارجية السودانية، يسعى للدفع بجهود التسوية السياسية في ليبيا ومناقشة انعكاسات الأوضاع بها على الأمن الإقليمي وقضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود. وعلى ما ذهب إليه السودان، تؤكد النيجر وتشاد والجزائر وتونس ومصر متناسين في الوقت ذاته أن المهربين وشبكات الإجرام والإرهاب تعبر من دول الجوار إلى ليبيا وليس من ليبيا إلى دول جوارها. النيجر وتشاد تحدان جنوب ليبيا والخرطوم أيضا، تلك المنطقة الخصبة بالعصابات والمعارضات الأجنبية القادمة من تلك المدن، ولا يدرى حقيقة وكيفية وهدف وجودها داخل الأراضي الليبية.
تعيث تلك الجماعات المسلحة في أرض الجنوب فسادا وسرقة وقتلا واختطافا بل واستنزافا لموارد البلاد بتهريبها للوقود إلى خارج ليبيا بعد سرقته من أماكن التوزيع الرسمية مما تسبب في انعدام الوقود بالجنوب. كما عدت تلك الشبكات المسلحة متورطة بشكل واضح في تسهيل دخول المهاجرين من دول جنوب ليبيا وإيصالهم إلى شواطئ المنطقة الغربية أو الوسطى لينطلقوا منها صوب إيطاليا. وليس هذا فحسب ما تسبب به المسلحون الهاربون من دولهم في ليبيا، بل تعدوا ذلك للعمل كمرتزقة مع أطراف الصراع في البلاد سواء في غربها أو شرقها، كما أكدت ذلك تقارير خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيا. فالهجرة سببها أولئك المسلحون وتغذية الصراع أيضا إلى جانب انعدام الوقود والأمن في منطقة الجنوب. ومع هذا كله تأبى دول جوار ليبيا إلا معاملة طرابلس كمجرمة وليست كضحية. أرحب الآن بالمشاركين معي في الحوار، السيد مروان الدرقاش والسيد المهدي كشبور، أهلا بكم. وأبدأ مع السيد مروان، وأبدأ معك، من أين انتهى التقرير؟ تقريبا 90% من مشاكل الجنوب والحدود الليبية سببها دول الجوار إن صح التعبير، ما الذي يمكن أن تقوم به هذه الدول فعليا على أرض الواقع غير الاجتماعات؟ في الحقيقة دول الجوار الليبي جزء من الأزمة الليبية أو ربما هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة في ليبيا. العديد من المشاكل التي تتزايد كل يوم وتتطور كل يوم سببها دول الجوار. طبعا دول الجوار الليبي منها من يتجاهل الأزمة الليبية بشكل كبير ولا يقدم أي مجهود أو جهد للقيام على الأقل بواجب دولة جارة لليبيا، ومنها من يتصرف أو يتدخل بشكل سلبي في الأزمة الليبية ويعمل على تفاقم هذه الأزمة مستغلا في ذلك طبعا عدم وجود الاستقرار، عدم وجود دولة قوية تستطيع أن تفرض سيطرتها على حدودها وعلى أراضيها بشكل كامل. أعتقد بأن الكثير من المشاكل كما ذكر التقرير يعني يمكن لدول الجوار أن تحد منها على الأقل، لأن دول الجوار في هناك دول يعني تبرر أنها ضعيفة وأيضا سيطرتها على حدودها ليست بالسيطرة الكاملة. يعني كما ذكر التقرير جل المجموعات المسلحة الناشطة في الجنوب الليبي وليس في الجنوب الليبي فقط، يعني عندنا مجموعات العدل والمساواة التي جاءت من دارفور ومن السودان يعني الآن تسيطر على حقول النفط في زلة وفي مرادة وفي المدن الشرقية. الذين يتحركون على الطريق الساحلي ما بين سرت وجدابية كل البوابات الموجودة على هذا الطريق موجود فيها مجموعات تابعة للعدل والمساواة وهي تعمل كمرتزقة في ما يسمى بالجيش الوطني التابع لخليفة حفتر. وهذه المجموعات طبعا لا تلتزم بالوضع في ليبيا إنما تقوم بأعمال يعني أمنية أو أعمال تفرض الفوضى أيضا في هذه الطريقة. أيضا إذا تحدثنا عن التهريب، أكبر دول مستفيدة من التهريب هي دول جنوب الليبي ثم أيضا مصر وتونس، وكل التهريب طبعا عامل من عوامل تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا ويزيد من معاناة المواطنين في ليبيا، وهذه الدول بالذات تعتبر التهريب يعني جزء من أجزاء الدخل القومي لهذه الدول. طيب عند هذه النقطة أريد أن أنتقل للسيد المهدي. السيد المهدي، يعني في الوضع الطبيعي لا يمكن للدول أن تعيش إلى جانب دولة غير مستقرة مثل ليبيا تعاني من العصابات وما إلى ذلك، لكن الوضع هنا يبدو أن هذه دول مرتاحة لخروج العصابات الإجرامية، أصبحت كل حركات المعارضة الآن تنشط في مكان آخر ووجدت مصادر أخرى، هل بالفعل ارتاحت أو ترتاح هذه الدول للوضع الحالي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الموقف هذه الدول انعكس في أغلبها من خلال التمثيل الدبلوماسي في المؤتمر الذي تم اليوم في الخرطوم. يعني نجد مثلا أن السودان مهتمة بشكل كبير بهذا الملف باعتبار أن القوات اللي تدخل من السودان إلى ليبيا هي قوات معارضة سياسية مسلحة،
وبالتالي هي يهمها أن تسيطر على هذه المجموعات لأنها هي تسبب زعزعة أمن قومي سوداني يعني نفسه، وبالتالي هي تهتم بهذا الملف. نجد مثلا النيجر، النيجر مثلت بقنصل في الخرطوم يعني، وكأن الملف يعني هو مجرد ندوة عن أي أمر عادي يعني، وليست اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول جوار ليبيا. وبالتالي النيجر هي عندها عدد كبير من المهاجرين الذين ينتقلون إلى أوروبا، وهي تغض الطرف عنهم لأن هي تمر بأزمة اقتصادية، وبالتالي تبي تخفف من عدد السكان من يخرج إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، بالنسبة لهم يعني هذا مكسب. أيضا تشاد المجموعات التشادية اللي تدخل إلى ليبيا، تشاد مثلت بسفير تشاد في السودان يعني، هو طلع من بيته مشى للمؤتمر ورجع بيته وكأن الأمر ماهوش مهم يعني، تمثيل ضعيف جدا، التمثيل ضعيف جدا. لماذا؟ لأن تشاد المجموعات اللي تدخل ليبيا هي مجموعات عصابية إجرامية وليست مجموعات سياسية وفي غالبها، وهي مجموعة من المرتزقة، وبالتالي لا يهمها تشاد أن بالعكس يهمها أن تنتقل خارج منها. ليبيا لأنها لا تمثل خطر سياسي على النظام في تشاد. مصر بالتأكيد مثلت بوزارة خارجية وركز على الجانب العسكري والحوار سموه توحيد المؤسسة العسكرية في مصر، ولأن هذا الملف يهمهم عبر حليفهم حفتر. وتونس يبدو أنها غير مهتمة بشكل كبير، مثلت بكاتب الدولة لشؤون الخارجية. وأيضا الجزائر التي أعتقد ما عندهاش مشكلة كبيرة على الحدود، هي تسيطر فعلا على حدودها بين ليبيا والجزائر، وبالتالي هي تعتبر نفسها مؤدية دورها وأنتم كل واحد يؤدي دوره يعني. الجزائر مثلت ب رئيس ديوان وزارة الخارجية يعني موظف إداري في الوزارة الخارجية، هو من مثل الجزائر في هذا المؤتمر. سيد غسان سلامة حضر، وهذا يعطي انطباع الاهتمام بالملف الجنوب والحدود. أيضا جامعة الدول العربية يعني لا أدري ما هو الدور الذي يقوم به الأمين العام جامعة الدول العربية حتى يبعث مبعوث عبارة عن سفير ليحضر هذا المؤتمر. ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا التمثيل؟ هذا المؤتمر للأسف يعني يبدو أن السودان كانت تريد أن تصل إلى معالجات أو صدور قرارات أو حتى بيان أقوى من البيان الذي صدر. البيان الذي صدر حتى بصياغة وكأنه خبر وليس بيان، مجرد خبر. تكلم المبعوث، تكلم الوزير الخارجية، وهكذا يعني لا توجد حتى نقاط قوية، فقط إنهم يعني أكدوا على جزئيات يعني هم نفسهم يتناقضوا فيها. لما يقول لك عدم مثلا الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واحترام الاتفاق السياسي، رفض كل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومصر ماذا تفعل يعني من تدخل سلاح ودعم حفتر وتدخل في الشأن الليبي، يعني هذا مخالف لما يحدث منهم على الأرض، وبالتالي البيان لم يكن له قوة، وحتى العبارات التي صيغت ليست عبارات قوية ولم يصدر عن أي قرارات، بل أنه دعا إلى العودة إلى الاجتماع بعد 6 أشهر. ماذا سيحدث خلال 6 أشهر؟ ربما يعني تنقلب أمور كثيرة لا يعطوها أي أهمية. الغريب أن يأكدوا على أن عدم اللجوء إلى أي حل عسكري وحل سياسي، وأغلبهم منقلبين هم على أنظمة حكمهم يعني، إذا بدينا بالسيسي وحكومته يعني. أنا شخصيا لا أعول كثيرا على الدول العربية ودول الجوار، طيب، باستثناء السودان ربما لأنها متضررة فعلا، لأن هناك حركات معارضة سياسية أصبحت تقوي من نفسها، تنشئ معسكرات لها في شمال السودان، وبالتالي أصبح يهدد أمنها القومي وبالتالي تخاف منه. أما باقي الدول
أما مسيطرة على حدودها وإما هي مساهمة في فتح حدودها أصلا لمصالح شخصية مثل تشاد تريد أن تخرج المجموعات العصابات المسلحة منها إلى خارج تشاد ومثل النيزر التي تريد هجرة. طيب أنقل هذه النقطة للسيد مروان. سيد مروان تحدث السيد المهدي عن البيان الختامي، يعني من وجهة نظرك هذا البيان وهذه النقاط التي خرجت فيه وتشديد بالتحديد على نقطة يجب إلى أهمية كبرى للجنوب الليبي، هي دول جوار لكل ليبي ليس فقط الجنوب، لماذا التركيز عليه الآن؟ بالضبط، يعني أوزج الأستاذ مهدي أهمية هذا الاجتماع، واضح أن هذه الأهمية هو اجتماع دوري، يعني عبارة عن لقاء يقام في بصفة دورية لمحاولة متابعة هذه الأزمة وإطلاع دور الجوار على ما تقوم به البعثة في هذا السبيل. لا أهمية لهذا الاجتماع في نظري، خاصة مستوى التمثيل ضعيف، ومستوى التمثيل الضعيف يأتي من يعني موقف غالبية دول الجوار من السودان نفس الشيء، يعني نعرف أن السودان علاقاتها ليست جيدة مع جاراتها تشاد ومصر بشكل كبير، ولذلك حتى التمثيل كان ضعيف، والتمثيل عندما يكون ضعيف هذه مؤشر أن الدول المشاركة لا تريد أن تعطي أهمية أصلا لهذا الاجتماع، لذلك هو اجتماع دوري. وجود البعثة، طبعا البعثة تعمل على أن توصل آخر ما وصلت إليه أو آخر المستجدات في الشأن الليبي إلى دول الجوار، حتى تطلب من دول الجوار عدم يعني عرقلة أي جهود للبعثة في هذا الإطار. ولكن عند العودة إلى دور دول الجوار فعلا في الأزمة الليبية، دول الجوار كما قلت هي محرك أساسي للأزمة الليبية، وخاصة الدول التي تتدخل بشكل مباشر. عندما نتحدث على مصر مثلا، مصر تتدخل بشكل مباشر ولديها يعني تواجد عسكري في المنطقة الشرقية في ليبيا، مصر تقصف بطائراتها، هناك عناصر من الجيش المصري موجودة مع جيش حفتر، أيضا هناك تدخل سياسي دبلوماسي مصري. موضوع توحيد الجيش الليبي الذي تقول مصر أنها تعمل من خلاله هو في الحقيقة محاولة التأثير على تشكيل المؤسسة العسكرية الليبية، ومحاولة فرض قيادة موالية لمصر في هذه المؤسسة العسكرية، وهذا تدخل مباشر وصارخ يعني في 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 السيادة الليبية. وأكثر الدول صراحة إضرارا بالملف الليبي هي مصر. إذا تكلمنا أيضا عن دور الدول الجنوب الليبي، فنحن نعرف جيدا أن تشاد والنيجر لها تنسيق مع فرنسا، وكل جهود فرنسا للسيطرة على الجنوب الليبي أو فرض وضع معين أو مشهد معين في الجنوب الليبي مشاركة فيه تشاد والنيجر، ودورها أساسي في ذلك. ولعل يعني أهم يعني صورة توضح هذا الدور في الجنوب الليبي هي الهجرات التي تحدث من دول كمالي ونيجر وتشاد إلى ليبيا لمحاولة تغيير حتى التركيبة الديموغرافية للسكان في مناطق الجنوب، وهذا له يعني أهداف بعيدة للسيطرة على مناطق الجنوب ومحاولة تصدير حتى الأزمة الداخلية في هذه الدول. غالبية دول الجوار تحاول تصدير أزماتها الداخلية إلى ليبيا. للأسف ليبيا دولة غنية وسط بحر من الدول الفقيرة لا نستطيع أن نقول، وكل هذه الدول تعول كثيرا على الاستفادة من حالة الفوضى الموجودة في ليبيا لتمرير الكثير من أزماتها أو حل الكثير من أزماتها والاستفادة لمصالحها الاقتصادية بأكبر صورة ممكنة. لذلك دول الجوار ليست يعني عامل من عوامل إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وإنما هي عامل من عوامل استمرار الفوضى واستمرار الأزمة الليبية، ولا معول عليها بالإطلاق. أنا لا أستثني منهم أحد، السودان وغير السودان، حتى السودان يعني
دخول يعني مجمعات المعارضة إلى ليبيا تراها متنفس يعني. المهم هم ما يقعدوش في دارفور ويسببوا لها مشكلة. طيب عند هذه النقطة أريد أن أسأل السيد المهدي. السيد المهدي يعني تبعت معنا الجزء الأول من الحلقة، تباينت وجهات النظر بين الضيوف. السيد سعد بن شرادة يقول أن دول الجوار تصدر المشاكل لليبيا كما ذكرت في مداخلتك الأولى. السيد عثمان مرغني ينقل وجهة نظر الحكومة السودانية ويقول أن ليبيا هي من تصدر المشاكل، تغذي هذه العصابات الإجرامية بالسلاح والأموال وهي غير مستقرة والسلاح منتشر فيها. السيد محمد رجائي بركات يقول أن هذه الدول غير قادرة بالأساس والحكومات. مع أي وجهات النظر تتفق؟ نعم أنا أتفق معها جميعا. يعني لما تحدث عن دول الجنوب اللي تصدر مشاكلها، تشاد والنيجر يتصدر فعلا مشاكلها لليبيا. السودان فعلا هو متضرر لأن المعارضة السودانية، المعارضة المسلحة السودانية استطاعت أن تقوي نفسها من ملف من ليبيا، يعني اعتبرت ليبيا كشريان تغذية لها بالسلاح وبالأموال وبالسيارات ومعسكرات للتدريب واستقطاب مقاتلين، وبالتالي السودان من زاوية وجهة النظر السودانية فعلا هي ليبيا تزود هذه المجموعات. تشاد والنيجر العكس، هي من تصدر لنا يعني مشاكلها. من يخرج من تشاد ليست معارضة، هي مجموعات عصابية مسلحة عبارة عن مرتزقة يقاتلوا مع أي طرف يدفع لهم، ليست لا توجد لديهم مبادئ معارضة الحكومة، فقط هم يسعون إلى المال والنفوذ وهذا هو طموحهم. النيجر نفس الشيء، هناك مجموعات مسلحة وأيضا عندهم مجموعات مهاجرة إلى أوروبا. من مصلحة الدولة أن تنفس بعض الشيء عن مواطنيها وتفتح لهم مجال ليخرجوا إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا. أنا ما لفت لي نظري في المؤتمر اليوم هو حضور فرنسا. طبعا إيطاليا يعني بشكل أو بآخر هي أحدى دول جوار ليبيا، بينها وبينها يعني البحر المتوسط، لكن هي دولة مقابلة وبالتالي هي مهتمة لأنها متضررة من الهجرة غير الشرعية. ولكن وجود فرنسا في هذا الملف هو يعني يؤكد اهتمام فرنسا بالجنوب كما تحدث السيد مروان. هو دول مشروع جوار ليبيا. نعم. فرنسا ليست من جوار ليبيا. نعم يعني لا أدري بأي صفة حضرت يعني فرنسا. إيطاليا ممكن نعتبرها إحدى دول جوار ليبيا باعتبار أنها هي من يفصل بيننا وبينها مجرد البحر الأبيض المتوسط، لكن فرنسا تأتي من وراء إيطاليا وتقفز إلى ليبيا وهذا يؤكد المشروع الفرنسي واهتمام فرنسا بالجنوب والتغيير الديموغرافي الذي تحدثه ودعم المجموعات التي تأتي من تشاد والنيجر إلى الجنوب ويعني محاولة الهيمنة على الجنوب، ويعني هذا يؤكد الخطر الفرنسي يعني ووسط صمت وزارة الخارجية أيضا. يعني لم نسمع يوما أن وزارة الخارجية تنتقد التدخل الفرنسي، مع أن ثبت أن عندها مقاتلين قتلوا على الأرض في ليبيا، ثبت أن عندها قواعد يعني تستعمل في ليبيا أو معسكرات تستخدمها كقواعد مؤقتة، لديها مجموعات على الأرض، لديها نفوذ في منطقة الجنوب تدخل وتخرج كما تشاء. وبالتالي صمت وزارة الخارجية هنا يعطي علامة تعجب كبيرة. أيضا الصدى الإعلامي لهذا المؤتمر لم نجد له أي صدى إعلامي أو حتى يعني تسريبات إعلامية قبله، وفجأة خرج علينا مؤتمر يعني لم يحظى بتغطية إعلامية كبيرة، وحتى بعد خروجه لم يخرج في مؤتمر صحفي ولم ينقل على الهواء المؤتمر،
وبالتالي يعني هو كما تحدث سيد مروان هو مجرد مؤتمر دوري. إذا بنتحدث على أمن فكان ينبغي أن يكون وزراء خارجية وزراء دفاع وليس وزراء داخلية وزراء دفاع وليس وزراء خارجية، ولكن هو مجرد مؤتمر دوري دبلوماسي يتبادل فيه الكلمات وكل واحد يروح وخلاص وانتهى الموضوع، ونعود لمشاكل ليبيا من جديد وتستمر الأزمة. وفي هذه النقطة أنتقل مرة أخرى للسيد مروان، يعني السيد مروان نلوم هذه الدول على تصدير المشاكل إلى ليبيا وهو أمر واقع، لكن ما الذي يمكن أن تقوم به ليبيا لحماية الجنوب الليبي وأمن الجنوب؟ هل من أوراق معينة اليوم في ظل الانقسامات السياسية والأمنية الموجودة في ليبيا؟ ليبيا طبعا تعاني من عدم وجود دولة، يعني ليبيا اليوم كبلد وكوطن لا توجد فيه دولة، يعني أنا نكون واقعيين، لا وجود لأي مظهر من مظاهر الدولة، لا سيطرة على الحدود، لا سيادة على الأراضي، لا سيادة على المنافذ، لا مؤسسات دولة يمكن أن تقدم حتى خدمات للمواطنين. مشكلة الجنوب تحدثنا عنها في حلقات سابقة، يعني صحيح. واضحة هي عدم وجود الدولة الليبية في الجنوب، يعني لا وجود لأي مظهر من مظاهر الجيش أو الشرطة لفرض الأمن لرعاية الاستقرار لنهاية إنهاء وجود هذه العصابات التي تصول وتجول في مناطق الجنوب. يعني ليبيا الآن لا تلام لأنها لا توجد فيها دولة، لكن اللوم على دول الجوار وأيضا الدول التي تقف وراء هذه المشاكل. يعني تحدث الآن الأستاذ مهدي على دور فرنسا، أعتقد أن الدور الفرنسي أصبح واضحا في الجنوب. الدور الفرنسي في الجنوب يعيد، أو فرنسا ترغب في إعادة الوضع على ما كانت عليه ليبيا قبل 51، يعني فرنسا كانت تسيطر على فزام في تلك اللحظة، وحتى في ظل النظام الفيدرالي من سنة 51 إلى 63 كان هناك علاقات لفرنسا مع ولاية فزان، علاقات يعني تسعى من ورائها فرنسا للحصول على بعض المصالح الاقتصادية من ناحية علاقة ولاية فزان بفرنسا وبالعلاقات الاقتصادية أقصد. الآن حتى تدخل فرنسا في السياسة الليبية ترغب من ورائها إلى إعادة هذه الصورة أو هذا المشهد السياسي من جديد لتستطيع التوغل في فزان. يعني إذا كان هناك حكومة موحدة لليبيا بالكامل فإن فرصة فرنسا للحصول على عقود أو الحصول على مصالح اقتصادية مع هذه الدولة ستصبح يعني قليلة لوجود المنافسين. لكن إذا تقسمت ليبيا حتى بالنظام الفيدرالي، إذا كان وجدت حكومة فيدرالية أو نقول محلية في ولاية فزان، فإن الفرص فرنسا لبناء علاقات اقتصادية مع هذه الحكومة ستكون أكبر. ومن هنا بدأت في محاولة ضخ سكان لهذه المنطقة من دول الجوار نيجيريا وتشاد، والتي نعرف جيدا بأنها تقع تحت سيطرة السياسة الفرنسية بالكامل. يعني طيب وجود هذه المجموعات الكبيرة السكانية في هذه المنطقة بالتأكيد ستؤثر على المشهد السياسي في هذه المنطقة. هناك انتخابات، هناك يعني ترشح لمجالس احتمال تكون مجالس محلية وغيرها. عند وجود مثل هذه التركيبة السكانية بالتأكيد سيكون لفرنسا دور أكبر في فزان. طيب. وهو ما يفسر وجودها في مثل سنكمل في هذه النقطة سيد مروان. نعم. لكن نخرج إلى هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود للنقاش. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، نعود للنقاش في حلقة اليوم من النبا اليوم. السيد المهدي، يعني الجنوب الليبي يعيش أزمات مختلفة، ليست انقسامات سياسية كما تعانيها بقية الدول المدن في ليبيا، يعني يعيش ضحية لعصابات التهريب والهجرة وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن تقدمه دول الجوار الليبي للحد من هذه الجماعات أو تصدير هذه الجماعات إلى ليبيا؟ هل من أوراق لديها اليوم؟
أنا كيف ما قلت لك الحقيقة لا أعول على أكثر من السودان في الاهتمام بالحدود وضبط الحدود في الجنوب الليبي. تشاد والنيجر لن تضبط حدودها لأنها مستفيدة من هذا الوضع. لكن يعني هل لديها أوراق؟ يعني إلا هل إذا بشيء؟ دخلت في تحالفات سياسية ودفع أموال لهذه الدول للسيطرة على حدودها. ويعني كما يتم في غالب الأمر في مع الدول صفقات. يعني نعم صفقات سياسية. في غير ذلك أنا لا أتوقع أن تشاد والنيجر ستحاول السيطرة على حدودها لأنها مستفيدة. السيطرة على الحدود هي مسؤولية ليبيا للسيطرة على حدودها لأنها هي المتضررة الحقيقة. يعني هو الجنوب الآن فعلا هو أزمة، ولكن في هذه الأزمة يعني أو في رحم الأزمة يكمن الجنين اللي يمثل حل المشكلة الليبية. يعني بصراحة لو تستثمرها الحكومة، الجنوب هو فرصة ذهبية لإعادة بناء الجيش، إخراج كل المجموعات المسلحة من المدن وتوجيهها إلى الجنوب في معسكرات وإعادة تدريبها وتنظيمها وتأطيرها من جديد. يحقق وظيفتين: إخراج المجموعات المسلحة من المدن، وبالتالي يعود الاستقرار نسبيا إلى تلك المدن عبر الأجهزة الأمنية والشرطية، وأيضا تأسيس الجيش في تلك المنطقة وحمايتها في نفس الوقت. يعني هو سيشكل حماية وأيضا إعادة تدريب وتأطير للجيش في تلك المنطقة. ولكن لا أدري لماذا يعني الحكومات المتعاقبة أهملت هذا الدور أو هذا الجانب. لا باستثناء أذكر لواء يوسف المنقوش، والذي كان عنده تصور إلى نقل الجيش بالكامل إلى الجنوب وإعادة تأطيره وتدريبه هناك، ويعني يتم تأميل المدن عن طريق الأجهزة الشرطية، ولكن هذا المشروع لم يجد صداه بسبب إقالته ودخول حفتر على الخط وإرباك المشهد العسكري و أيضا توجيه الدروع في تلك الفترة إلى الجنوب، القوة السابعة والقوة الثالثة والدرع واحد ودرع ثلاثة والدرع سبعة إلى الكفرة وتلك المناطق، أمن تلك المناطق في تلك الفترة. ولكن شيطنت هذه المجموعات، يعني تحدث عن الدرع واحد كان بقيادة وسام بن حميد، والدرع سبعة وأيضا الدرع اثنين بقيادة محمد العريبي بوكا رحمة الله عليه، وأيضا القوة الثالثة التي اتجهت إلى سبها. هذه المجموعات حقت نوعا ما أمن في تلك الفترة في سنة عام 2012-13 وما بعدها، ولكن شيطنت هذه المجموعات أخل بالتوازن الأمني في تلك المنطقة. كان يفترض أن يكون لصالح حفتر، حفتر لم يستثمر تلك المنطقة، هو مجرد أخرج خصومه منها بهذه الشيطنة ولم يحل محله ولم يحل هذه الأزمة. بالعكس المجموعات التي الآن تخل بأمن الجنوب من أتى بها ودعمها ويعني ارتزقها هو حفتر، هو من كان يدعمهم بالمال والسلاح، وكانت تقاتل مع بعض المجموعات مقابل الغنيمة. يعني تعال قاتل معي وخذ الغنيمة لتغنمها من الحرب وأرجع. طيب. وبالتالي أصبحت هي تقتات على علي مشروع حفتر، والآن هي الأزمة، تركها ولا يستطيع مقاومتها ولا يستطيع حربها، وأيضا لا يريد الدخول معها. طيب أنقل الفكرة التي طرحتها قبل قليل للسيد مروان، وهي لماذا لا تقوم ليبيا أو السلطات المعترف بها دوليا أو أي سلطة موجودة في ليبيا اليوم بالفعل تحشيد الوعي الوطني في البداية لحماية الجنوب، وكذلك لماذا لا تستثمر كما ذكر السيد المهدي وترسل عناصر عسكرية للتدريب وتكون نواة للجيش وتسيطر على هذه المنطقة وتضرب يعني كما يقال عصفورين بحجر؟ ما الذي يمنع؟ اللي يمنعها طبعا ضعف الأداء الحكومي لحكومة السراج ضعيف جدا. يعني شاهدنا السيطرة حتى في طرابلس ليس لديها سيطرة هي الآن، فما بالك في مدن تبعد عن طرابلس 1000 كيلومتر. فأعتقد أن الصعب أن تطلب من هذه الحكومة أن تفرض سيطرتها على بعد 1000 كيلومتر، وهي لا تفرض سيطرتها حتى على بعد 1000 متر من مقراتها. أيضا حجم التدخل الكبير من دول الجوار وأيضا من الدول الاستعمارية السابقة فرنسا وإيطاليا
والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، أيضا المطامع التي جعلت حفتر يتجه إلى الجنوب ويخرج كل القوات التي كانت تؤمن الجنوب، وكان ذلك أيضا طيب بمساعدة في بعض الحالات السراج. لا تتحرك الحكومة إلا بضغط من الجهات الفاعلة، المنظمات داخل الدولة والأجسام السياسية أيضا. عين هذه الجهات مما يحصل، ولماذا لا تقوم بالضغط على هذه الحكومة والدفع باتجاه تأمين الجنوب والسيطرة عليه؟ والله أهل الجنوب يصرخون يعني على طول العام، وهم يعيطوا يعني شو بيديروا أكثر من هيك، والضغوط كبيرة، ولكن أنت مش تطلع شيء من إناء الماء لابد يكون فيه مية، يعني بتضغط صح يطلع مية، لكن كانوا مو فاضي ما فيش إلا هواء، شو بيطلع هواء، وهذا اللي صاير للحكومة. الحكومة ما عندهاش ما تدير، يعني عاجزة، حكومة فاشلة عاجزة، هذا الكلام نردده. لكن هي حكومة معترف بها دوليا، استعانت بالولايات المتحدة في حرب البنيان المرصوص، تستطيع أن تستعين بالتدخل الدولي أو المساعدة بأي شكل من الأشكال، يعني لماذا لا تقوم حتى بجهود أو مشاريع معينة، حتى محاولات لحل مشكلة الجنوب؟ هي معترف بها دوليا. عندما نتحدث عن الفشل الحكومي والعجز الحكومي لا يدل على أنها ليس لديها مصادر قوة، أو لا يمكنها توظيف هذه المصادر، ولكن نتحدث عن أداء. يعني السيد غسان سلامة بنفسه تحدث عن حكومة السراج وقال هي مجرد منظمة مجتمع مدني، تشبه منظمة مجتمع مدني، تصدر بيانات، تصدر قرارات لا تطبقها، لكن ليس هناك أداء يمكن أن نقيم على ضوء هذه الحكومة إلا أنها فاشلة. يعني لديها الكثير من الموارد الصراحة، لديها دعم دولي كما قلت، لديها أموال. يعني نتذكر في عهد حكومة الإنقاذ السابقة لم يكن لديها أموال، كانت محجور عليها، يعني مصرف ليبيا المركزي لم يصرف لها ميزانية، ومع ذلك اشتغلت لمدة عام ونصف أو عام وأشهر، وقدمت لخدمات المواطنين أكثر مما تقدمه حكومة السراج التي تسيل لها الميزانيات وتصرف لها الأموال، ولا نرى شيء على الواقع. يعني ما يحدث الآن، الفشل الذي تتردى فيه هذه الحكومة أنها لديها مصادر، لديها موارد، ولا تقوم بتوظيفها بتوظيف جيد. يعني حتى الإصلاحات الاقتصادية التي وعدونا بها أو قيل أنها سوف تنفذ لم نرى لها التطبيق الصحيح. الوضع الأمني متأزم، ولا وجود لأي حركة. يعني الآن تغير وزير الداخلية، بايشين يتغير، هل جد جديد في طرابلس؟ هل أخرجت الميليشيات من مقراتها؟ هل تحرر مطار معتيقة أم لازال تحت سيطرة السعودية؟ هل يعني قدمت الميليشيات التي كانت تسيطر على مؤسسات الدولة إلى المحاكمة؟ هل حلت هذه الميليشيات؟ هل استبدلت بقوات نظامية؟ يا سيدي مش جيش الشرطة، حتى الحرس الرئاسي اللي تصرف له ميزانية وأسلحة ولديه أفراد، ولا نرى له أي تواجد سواء كان في مؤسسات التابعة للمجلس الرئاسي نفسه أو حتى مؤسسات الدولة. يعني صرف أموال، فساد كبير، نهب وسلب، على رأي غسان سلامة قال يوجد فساد في كل دول العالم، لكن ما أراه في ليبيا هو نهب وسلب. والمحقق أو النتيجة أو المستوى الأداء صفر، فشل. وهذا الأمر يجعلنا يعني نقول لماذا التمسك بهذه الحكومة، لماذا التمسك بهذه الشخصيات الهزيلة، لماذا التمسك، لماذا المجتمع الدولي يتمسك بهذا الأمر؟ لأن المجتمع الدولي لا يريد إقامة دولة في ليبيا في هذه اللحظة، في هذه المرحلة ليس هدف المجتمع الدولي إقامة دولة في ليبيا، وإنما الهدف هو إعادة تشكيل المشهد السياسي، إخراج بعض الأطراف، إقصاء بعض الأطراف، الاتيان بأطراف أخرى، يعني عمل ما يشبه المعاهدات أو الاتفاقيات مع أطراف سياسية معينة لتوجيه دفة الأمور في ليبيا في اتجاه معين، قبل أن تقوم مؤسسات، قبل أن تقوم دولة. لأن لو قامت دولة ومؤسسات في وضع سياسي أو في مشهد سياسي لا ترضى عنه قوى المهيمنة على السياسة الدولية، فيصعب تغييرها بعدين. أنك دولة تبنيها كيف ما يقولوا هم خطأ، يصعب أنك تغيرها. لكن هم الآن يحاولون تحديد على الأقل الأطراف السياسية التي
مسموح لها أن تشارك في صنع النظام السياسي في ليبيا قبل بناء مؤسسات الدولة وقبل بناء الدولة حتى يستطيعون التحكم طيب. في هذا المشهد. طيب، في هذه النقطة انتقل للسيد المهدي مرة أخرى، نلقي اللوم على الحكومة وما تقوم به وعجزها باتجاه الجنوب، لكن أين الأطراف السياسية، أين المنظمات المجتمعية، لماذا لا يوجد وعي مجتمعي للنهوض ضد الحكومة أو لتوجيهها، لماذا لا يوجد هكذا حراك في ليبيا؟ هو للأسف يعني أنا نتفق مع أستاذ مروان في أن الحكومة عاجزة، ولكن الحكومة ما يمنحها ليس العجز، الحكومة لا توجد لديها إرادة سياسية، حكومة الوفاق الوطني للأسف لا توجد لديها أصلا إرادة سياسية، ولا عندها حتى مشروع سياسي أو رؤية للجنوب، ولا تدرك قيمة الجنوب. يعني ما يحدث من عبث في الأخير بكل، يعني احنا لاحظنا المدة اللي فاتت في الكفرة هجوم عصابات شادية على الكفرة، قاموا هبوا أبناء الكفرة نفسهم وصدوا هذه المجموعات وقاتلوها وحاصروها لمدة أكثر من أسبوع، خرج سراج وقال نحن خصصنا 100 مليون للجنوب، ولكن لم يعني الأطراف نفسها الموجودة على الأرض قالت نحن ما لاحظنا شيء، ما استلمنا شيء أسبوع كامل، حتى يعني استطاعت تلك المجموعات المحاصرة للفرار وانتهت المعارك، ولكن الحكومة لم تقم بدعم حتى المجموعات اللي محسوبة من أهالي المنطقة نفسها. في الأخير بكر أنت ما عندك الجيش، نحن ندرك أننا ما عندنا الجيش، المجموعات المسلحة الموجودة في المدن يعني بإمكان الحكومة أن هي الدعم اللي تأخذ فيه هذه المجموعات أو الأموال تأخذ فيها المجموعات يعني يقرن باستلامها في الجنوب. إذا تريد هذه الدعم ما عنديش مشكلة استلمها في الجنوب، عادي أمن الجنوب واستلم هذا الدعم هناك، بإمكانها إرجاع القوة الثالثة، ولكن عدم وجود إرادة سياسية أي أصلاً. طيب، عند الحكومة يعني ذكر سيد مروان حكومة الغويل، حكومة الغويل كان عندها إرادة سياسية ورؤية سياسية لأهمية الجنوب، ولذلك دعمت قوة ثالثة وذهبت إلى الجنوب، وأيضا أنشأت أو طيب قبل أن تضيع فكرة إحياء برنامج لتنمية وانماء الجنوب، وهو كان الجهاز التنفيذي لدعم مشروعات المدن المناطق والمشروعات النفطية في الجنوب في درجة أولى، 10 مناطق نفطية في الجنوب كان ينبغي أن يقوم هذا الجهاز بتنميتها وإعادة بناء المدن حتى لا تحدث الهجرة التي طيب ذكرت الإرادة السياسية وعدم وجود الإرادة السياسية للحكومة الحالية، كيف يمكن الضغط على الحكومة لتصبح لديها إرادة سياسية؟ بعض الأمثلة أن عندما خرجت مظاهرات على الكهرباء اهتمت الحكومة، عندما يطالب الناس بترتيب المشهد في العاصمة طرابلس وإبعاد التشكيلات العسكرية اهتمت الحكومة، كذلك في مسألة الترتيبات الأمنية، إذن يمكن الضغط عليها يعني تهتم بمواضيع يريدها الشعب؟ لا، هو أولا حتى الضغوط اللي تحدث هي كلها داخل العاصمة، يعني والتي تستجيب لها الحكومة هي داخل العاصمة، لأن ذلك يعني قريب من كراسيها، يعني كما نتكلم هو يعني أي خلل في العاصمة هو يهدد أمن الحكومة نفسها، ولذلك تتحرك عند يعني هي عندها إرادة سياسية في تأمين ذاتها، وبالتالي هي تحاول حل المشاكل التي تحدث في العاصمة قريبة منها من خلال شراء مجموعات مسلحة أو إسكات مناطق أو إعادة دعم موضوع خاص داخل العاصمة في محيطها، ولكن خارج العاصمة هي لا توجد لديها أي إرادة خارج العاصمة، هي ما يهمها هو الاعتمادات والمصرف المركزي ومؤسسة النفط وتلك المؤسسات اللي في محيطها. طيب، هذه لكن نقطة. خارجها لا توجد مؤسسة، وللأسف طيب. إذا نتحدث عن ضغط شعبي فهو عادة يكون عن طريق مؤسسات مجتمع مدني، للأسف مؤسسات مجتمع مدني في ليبيا قتلت وقتلت بعدم إدماجها في المشاريع السياسية والبرامج التنموية وعدم وجود دعم ثقافي من وزارة الثقافة، وبالتالي حتى ورش العمل التي كانت تحدث بين فينا والأخرى وندوات طيب. انتهت بالكامل. طيب، دهمنا الوقت فقط في نقطة أخيرة للسيد مروان، ذات النقطة هي كيف يتم الضغط على الحكومة؟ لاحظنا عندما حصل وعي
بالنسبة لوجود التشكيلات المسلحة داخل طرابلس وأيضا الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية، اهتمت الحكومة ومورس عليها ضغط واستجابت. كيف يمكن أن تطبق ذات الضغوط على الحكومة لتكرار التجربة أو الاهتمام بالجنوب؟ حتى المثال اللي ذكرته كان للبعثة الأممية دور كبير فيه، يعني استجابت أيضا البعثة لربما قلنا لما يريده الليبيون على الأقل. لا، هي البعثة كانت محرك لهذه الأحداث في الحقيقة. أنا لدي نظرة لهذه الأحداث. صحيح أنه تحرك الكثير من الذين لديهم نوايا أو نستطيع أن هموم وطنية لمعالجة المشاكل والمعاناة التي فيها المواطن، ولكن استفادوا من الضوء الأخضر الذي أعطته البعثة. ثم رأينا كيف تم إيقاف هذه العملية. لم تتحسن الظروف كثيرا، يعني المطالب التي جاء بها من هاجم العاصمة لم تتحقق إلا النذر القليل جدا منها، ثم ماتت هذه الحركة، لا نرى لها أي وجود الآن، لا على سبيل عسكري ولا على سبيل مدني أيضا. ما أريد القول بأن الوضع الليبي هو حجر فيس وفساء في سياسة دولية ترسم خطوط السياسة للمنطقة بالكامل، ليس لليبيا فقط. يعني المنطقة العربية الآن يعاد تشكيلها من جديد، ونحن نشاهد الآن من العراق شرقا وحتى المغرب غربا كيف تتم هذه الأمور وكيف تعاد تشكيل المنطقة. يعني أول أمس نتنياهو كان في زيارة لتشاد، ليش ماذا يزور نتنياهو؟ العلاقة كلها إعادة تشكيل المنطقة العربية لصالح هذه الدولة اليهودية. إذن ربما يجب الضغط على البعثة الأممية لتغيير المشهد في الجنوب أو الاهتمام بالجنوب، ليس حكومة الوفاق الوطني. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، شكرا للمشاركين وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. للقاء.